تواصل مجموعة مدارس الأبرار خصوصية خلق التميز معرفة تفوقا وأنشطة موازية. فبعد النجاح الذي حققه حفل البراعم الأبرار، اليوم استفاد باقي المستويات الدراسية داخل المؤسسة من حفل فني تربوي تحت إشراف أطر المؤسسة، وصهر على تنشيط فقراته البهلوان، وهي مناسبة نعلن من خلالها عن الأبواب مفتوحة لتسجيل التلاميذ خلال الموسم المقبل. ومرحبا بالجميع داخل مؤسستكم الرائدة الأبرار الخصوصية.